لعبت بالأعذار والباقي في القدار، لعبت بالأعذار والباقي في القدار، وحتى حمايم الدار ناحت وقت العصار، وقت العصار. لما بدت تحكي صاحب صاحب هالأشعار، والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار، ويا بيت يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. هذا السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموج عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم، والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار، في الحياة أسرار. وين الأهل راحوا؟ وين وينكم يا أهل الدار؟ الدنيا تدور وتدور وتدور، وهذا النجم سيار، وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار. أسكم بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت زين وكم أعطاك؟ أعطاني؟ أعطاني اللي أستاهله. يعني ضحك عليك ما كذاك؟ ضحك عليك؟ ضحك على من؟ عليك أنت؟ يضحك علي أنا؟ إي نعم. كي ما عايش يضحك علي حمود الناصر؟ مو أنا العبيد ضحكوا علي؟ لكن الخالد تتخلى عنك السالفة هذه، في سالفة أهم، سالفة الصيادين الله يسلمك. تو أنا جالس أفكر من اين اجيب لهم غوازي علشان اشتري سمكهم؟ هذه بعد سالفه ترى. مو تشوف علي؟ ها؟ لا تغرك القهوه. نعم لا تغرك القهوه. صانه ماشي عندي غوازي، نعم ماشي عندي، وحتى لو شيء عندي غوازي، انت تعرف ثانوي ومشاكل ثانوي، وانا ما اقدر على ثانوي، قلت لك صانه. ابوي انا اعرف ما عندك ولا بئس، انت عارف انك ما عندك شيء البر. وابوي لو عندك كم من قروش كنت ما اسوي فيهم. نعم الغوازي موجوده يا حمود. الغوازي؟ نعم الغوازي موجوده. اي نعم موجوده. مع من؟ الله يهديك خالي، الله يهديك انت. عند الشاري. عند من؟ عند الشاري. شاري هي. الغوازي عند من؟ عند الشاري. اقلع له عين الشاري وما اياها، عند الشاري. اسمع الخال، الله يهديك. سهمك في الارض يا حمود، سهمك في الارض. في الارض؟ اي الشاري وموجود ومستعد يدفع لك من 100 للـ1000. والله انا فكره زينه هذه. الخاله هاي مهين جبتها؟ اقول ان خاني نشحم انت. نعم انك تفكر بعقل، لكن تعال ما يستوي الخال. كيف ضاعت المساله؟ ها اقول لك كيف. ها الارض الله يسلمك مكتوبه اسم الوالد، والوالد الله اعلم عاد اذا كان حي ولا مات من زمان، الله يرحمه ان شاء الله. انا كنت افتكر انك فاهم، لكنك طلعت غبي كما اخوك وامك. واسمع الخال، اسمع، لا تقوم تسوي نشبه يسدك بسوت لياعت. هناك اهلي عزلين علي، خلي عنك. لكن تو انا جالس افكر في شيء واحد خال، افكر اني ليش ما يبغوني اشتغل عند ثانوي؟ ايش هي الحكمه؟ هذا واحد. ها سكت سكت. محبوب جاي، محبوب جاي. من جاي؟ محبوب. ما دام محبوب جاء انا مالي جلسه هنا، انا ما اسمع مع الكذابين. هلا مالا مالا مالا.
ها حمود انت هنا اشوفك مساكين صيادين هناك جالسين يحرسوك ما بايعوا الناس مساكين ما راضين يبايعوا الناس مو نسوي هلا خوزك قلب وجهك مطمن لطارش هذا اطمن يا عمي اطمن ولا توصي حريص
حمود معاك انت بس تؤمر هو ينفذ. لكن بعدك ما قلت لي مو تبغاني اسوي. اقول عمي ثاني ايش رايك انك تسلمنا الحسابات مال الدكان، لاني في الحقيقه اعرف اقرا واكتب. اي نعم. لا 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 حسابات ما حسابات لا، بعدين بعدين خلاص خلاص تو بسير عنك شوي، عندي شغل بشتل. سال بيت؟ سال بيت، عندي شغل ساير. سير بلا رقعة ان شاء الله، ما عليك ثانوي ما عليك، ما نحمود الى ما سويته فيك. اي نعم. هتشوف. شفتوا كيف يا جماعة؟ نعم. شفتوا كيف؟ نعم. يوم قلت لكم حمود لا تثقون فيه. نعم. قلتوا لي لا؟ لا. بنبايع السمك. صح. صح. هذا هو ما وفى بوعده. شفتوا كيف؟ توعد مو تسوي بسمككم، مو تسوي به. يا ترجعونا في البحر يا تقوموا تملحوعات. صح صح, 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 صح صح. والله كلامك معقول. معقول. لكن يا جماعة الخير ايش رايكم نروح نكلم اخوه سالم؟ نعم. عسى الله يهديه ويصير زين. لا لا. سالم لا تدخلونا في مثل هذه المشاكل. ليش؟ الريال يكفيه المشاكل اللي عند الروحه. صح. زين يا جماعة أنا عندي رأي. نعم. إيش رأيكم نطرس ليم وناصر؟ نعم. يسيروا حيت ثانوي. نعم. ويكلموه وعسى الله إن شاء الله الله يهديه ويحل لنا هالمشكلة. محمود ولد عم زوينه؟ اي نعم اي نعم انا حمود ولد عم زوينه. كيف حال شفتنا؟ مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله ما شاكي. باقي ما باقي شيء ابوي، ما تذكرتني. شوف ابوش، ابوش شنو موجود؟ لا ابوي ما حد سار الدكان. مالك اشوفك تتصدق خير مو تبغي الحقيقه فتنه. إيه؟ انا صاني متاكد ان ابوش ما موجود البيت، قلت كذاك من نفسي عشان اشوفش. زين عقب مو قايب انك انت تو مالك تسكر الباب، تو تسكر الباب مالك كذاك انت. الله يهديش خلنا نتفاهم معاش. مو تتفاهم انت، عارف ان ابوي ما هنا. مو قايب انك ها؟ انا في الحقيقه انت قايبتني. انا انت تو بالله عليك فتنه، ما حاسه بهذا الجمال بوفيش؟ شوف هالصوره الحلوه هذه، سبحان الله. جمالي انا؟ عقب جمالي انا اقول فتنه. والله نعم اني مالش حلف علي البر اني من ذيك اليوم اللي شفتش فيها ما انام الليل ابدا، ما انام الليل. نعم جلست افكر كيف اشوفش مره ثانيه، كيف اشوفش. قلت ماشي حل الا اني اشتغل مع ابوش، واذا اشتغلت مع ابوش اي طرشني البيت، واذا طرشني البيت اشوفش، واذا شفتش فتنه هي بغى الفوادي. هي نعم. ما تقص علي. وابوي وابوي انا اقص عليش؟ كما عاش يقص عليش انت فتنه. هي بس انا اعرفك انت حال زوينه. من زوينه ذي بما خافش من الليل؟ من زوينه تو انت بالله عليش تجيبي نفسك مع زوينه؟ شوف هالجمال الحلو. يعني انتم ما مخطوبين حال بعض؟ ابوي احنا ما مخطوبين فتنه مالش الله يهديش. هذه البنت عايشه معانا في البيت بس، واحنا اعتبرناها مثل ختنا لا اكثر ولا اقل. بس عقب بس اسالها. وابوي وابوي مالك بتحشرين اذا سالتيها؟ كيف يضيع الحب اللي بين فتنه وحمود؟ كيف لان الله يسلمش اتخبر اخوي سالم. وسالم بيصير عند ابوش بيصير ربشه. ويجي ابوش ويهلكنا انا وانتي ويفترق الحب. عاد كان شيء حب عاد ماشي حب البر. اي والله كلامك صح. زين عقب مو تبغاني اسوي؟ ابغاش تسوي انش تحس بي مثل ما انا حاس بيش فتنه. بس نعم. سويد كان سويد اقوى وراك. دخل داخل انت. مو بغار علي الناش دخلي. انتو مو قاسين تويوه. هو سويد سويد تعرف مين قال في كلمك؟ حمود. انا ثاني حمود اقول كأنك ما شفت شيء. شفت ولا ما شفت؟ اها كذاك ابغاك راح تغشه. طيب اطلع. الله يهديك وياك. سالمين بي سالمين. ما يلعب ست. نعم. لكن يا عم ما خبرتني. عن هيش عن هيش؟ ايش عندك انا فيه عندك؟ سن. زين. وساء. ايش ابوك منك انت؟ يلا روح من هنا روح. دخل خشب. روح. دخل خشب. الله يزولك الحص. سميد الوليد متعبني. نعم متعبني في التان. الله اكبر منه. زين ها اقول ثاني. لو بشرتك بشاره كم تعطيني؟ بعطيك شاهي من قهوه.
آها يا ثاني يا ثاني، قول كم بتعطيني بالصراحة؟ أها أنت قبل تتكلم يا سالمين وأنا خلاف عاد بفكر كم بعطيك. اسمع أنا كلمت حمود عن موضوع الأرض. كلمت حمود؟ كلمت حمود ها؟ إيه نعم. ومو قلت لك؟ يا ثاني يا ثاني أنا ما أمزح، أنا أقول لك بصراحة، أنا كلمت حمود عن موضوع بيع الأرض. يا سالمين أنت أبوي ما جبت شيء جديد، ما جبت شيء جديد. هذا حمود ما بيدينا شيء. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. هذا ما بيدينا شيء، هذا أبوي ما يقدر يبيع في الأرض شيء ولا يسوي شيء. أنا أبغاك تقنع أختك وزوينة وسالم، وخاصة زوينة أبغاك تقنعها. أما هذا وين حمود؟ حمود هاي حمود مو بيده، هاي بيدي أنا وأنا أقدر أتصرف فيه، ترى يشتغل عندي. إيه بس يا ثاني أنا زوينة ما أقدر عليها، أما إذا كان أختي ولا سالم هذا ممكن، أما زوينة لا. وليش لا؟ انت يا سالمين بدأت تخربط هالايام، زوينة هي صاحبة الشان. انت قبل اضمن الربع يا الطماع. انا الربع ضامنه، لكن ابغي اضمن النص الاول، وبعدين الشطاطي فاضي بعدين. وانت ايش يخليك متأكد انك قادر تضمن الربع؟ وليش ما اضمنه؟ لان زوينة علين تو ما عندها خبر ان لها حق في الارض. لا والله. ايه نعم، لأن سالم أمه علين تو ما خبروها إن لها الحق في نص الأرض. سالمين إيش؟ أنت شل يدينك بالموضوع مرة واحدة. كيف أشل يدين عن الموضوع مرة واحدة وأنا وياك متفقين على كل صغيرة وكبيرة يا ثاني؟ أنا بصراحة هونت، وأنت ما منك فايدة أبدا يا سالمين. توعاد توعاد، يوم خبرتك عن كل شيء ما مني فايدة يا ثاني؟ هي نعم ما منك فايدة، يعجبك ما يعجبك أنا مشتل. ما تشتل ما تشتل يا أبو مسعد، أنا ما أقدر على زعلك يا أبو مسعد. أفا عليك بس أفا، حد يقدر يزعل أبو مسعد؟ بعض المرات يا سالمين ما تعجبني، ما تعجبني يا سالمين. إن شاء الله إن شاء الله بعجبك، نعم بعجبك، بس أنت انتظر وشوف. والله اسمعني يا ويت، اسمعني زين. اكسير تو عندك كان ابو مسعده. ايوه. وتتاكد اذا كان ابو مسعد موجود ولا ما موجود. ان شاء الله. اذا كان موجود سوي لي موجود. أيوة. ما موجود سوي لي ما موجود. فهمتني؟ زين مو انت ما تجي معي؟ اجي معاك تدقي معاك، تبغى يفنش من اول مره، تبغى تهلكني، تبغى تعذبني. قم هذا شوفك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هيلسر صار أنا بيت رب. الله يفضحنا الله يفضح، توه يتكلم يضيع علينا تو. أكيد في شيء، لو ما في شيء كان خليته يتكلم. ما في شيء طاوش الله يهديك، ما في شيء. هذا سويد يقول لك حمود جاي من السكة، جاي من مكان الفلاني، تبغى يهوث ما عندنا شغل ده. المهم حد سأل عنا حد؟ اي صيادين سألوا عنك. وابوي من سأل عني طاوش؟ صيادين توه من شوية. من شوية ومو قلت لهم؟ قلت لهم عن ابو مسعد انه رايح القهوة. شي مهو عني انا؟ انا عارفك انت هي ساير. وابوي بالله عليك هذه فعلة يفعلها انسان؟ لا 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 لا، هذا الشيء ما ينسكت عليه سالمين. يرضيك ود اختك يسوي في الفقارة المساعتين كذا؟ هذا حرام ما يجوز عند الله. هي بس يا ابو مسعد الوليد ما سوى شيء. شوف انت شوف، لا تدافع عنه لا تدافع عنه، هذا عيب وفضيحة حال حيانه وفضيحة حالي انا بعد. حالك انت علموه. كيف علموه؟ مو بيقولوا الناس، بيقول الكبير الحارة ما قادر على ولد زعطوط. زين علي يوم قلنا ذاق السمك. ايه ومو سويفه. والله شوف شوف علي انا، علي ادب الولد واقلع لعينه، اما سمككم عاد ما يخصني. جزاك الله خير. بتدب الولد كيف ما يكفي؟ ما يكفي. من وين حنشتعيش؟ يا قطنا البحر سمك في البحر، من وين يشتعيش؟ بس يا جماعه رجال قال انه يادب الولد، مو باغين بعد انتو بعد مو بعد 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 ربش انت بعد شبيكه انت شبيكه. احضرك؟ ها واخذ لنا حقنا. لا ما تاخذ لنا حقنا، الله تعالى ياخذ لنا حقنا. يلا خلا خلا خلص عنا. ما انت ايه جيب الغوازي مو عليك، المهله خلصت ولا رجع الانجر مو اشتريته، ورجع يكون عشرط جديد بعد. بعد الحاله اللي شفت فيها الوالده ما اقدر اجاوبك.
زين مو رايك انا اسير لها واقنعها؟ ارجوك اها وتصير لها، يكفي اللي سويته فيها ويكفي اللي سويته انا فيها. الليل بدا يعتم على الكل، تعتمي العيون، يغلف السواد كل القرارات. تو انت يا جمعه بدل ما تقنعه جالس تزيده. خلي يعرف ان القرار ما لازم يتخذ في الظلام، القرار اللي يتخذ في الظلام هو قرار مسبق في الخوف. انا ما اخاف، ما اخاف البحر، ابغى اشتغل، لكن الوالده شايف عيد. يا ولدي يا سالم، يا ولدي يا سالم، رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. من قال له يخالف كلام الوالده؟ انت عيبك يا سالم انك ما قادر تفصل ما بين الحقيقه والحلم. انا مثلا عندي الحقيقه تكون حقيقه، يا الحلم يكون حلم. يا ولدي يا جمعه، لو اني ما فاهم شيء من كلامك لكني اشم فيه اشياء كثيره لها معنى. وانت مخترت، اخترت الحلم ما كذا؟ يمكن يكون الحلم يخلق الحقيقه في النهايه، لكن الحقيقه دائما تكسر الاحلام. اسمع كلامكم احتار، اصير البيت احتار اكثر، ما اعرف وين اصد راسي، ما اعرف. صد راسك صوب حلمك. الحلم بعض الاحيان يكون له لون البحر. متى يكون للبحر لون الرحيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، يالله 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 يالله. كذاك مالح؟ كذا يسوون ملح؟ انت ما تعرف الطبخين، انت مو بس سويهم بس سيري بزوجك. أوفا ما تقول هذا الكلام. كيف يعني؟ ما باغي تتزوجين؟ بقدر تقدامي هنا قدامك من المجمر؟ أوفا أنا خجل. خجلين من كذا ما عندك ربايع طول الليل والنهار مقابل هالمنظرة. أنت وحدك ما قايل لي ما تدخلي حد في البيت؟ إي بس ما كل واحد تدخلينها تعطينها فوالة وتقصينها عنص وتسوي لها سوية. عقب مو أعطيهم؟ أعطيهم ماي. كل ولا بد عاد صحي وقهوة. إلا إذا جاتك زوينة بنت أخو ناصر قصي لها حنص، هاي بتستاهل. أوبا أنت من متى تخليني أنا رابع زوينة بنت عم حمود؟ حمود؟ وأنت من هين عرفت حمود هذا؟ حمود ولد عمه وكل حد يعرف. إيه بس أنا ما أكلمش عنه، أنا أطريلش زوينة. إيه بس ما بس من باكر ترابعينها، انها البنية حجانها طيبين ومعروفين. ايه عقب تخليني اسير بيتهم؟ ايه لكن عاد يوم تسيري بيتهم مو تشوفي حمود ولا سالوم وتقسحيتهم. ايه ولا خبرش خليه هي وحدها تجيش هنا. حال مو انا ما اسير حياتهم البيت. هاي مسألة انتي ما تفهمينها، بعدين بخبرش. خلينا احنا ناكل. يلا ايه اسوي بحنا يا مالح، لكن يلا امري لله بكله. Thank you.
تعب من السفر، وأنا تعبت تعبت. ادخل على الأقل بتستريح. تعال يا ناصر، تعال وافرش لك شعري الحار وكتفي وسادة، وأخبرك عن اللي سووه الصغيرين. حمود اشتغل عند ثانوي. نصحي يا عزة، نصحي. وسالم ودر الأرض. أعرف أعرف يا عزة. وما تجي. سالم ما غلط يا عزة، ما غلط. سالم يبغى يشتغل في البحر. البحر والأرض رزق الله يا عزة. والأرض يا ناصر، الأرض من بداريها. برجع يا عزة، في يوم أنا راجع يا عزة، برجع. ناصر.